أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم في السياق، والتي نخصصها للحديث عن الدعوات المطالبة بالخروج لمسيرات ضد خطاب ما أسمته الحكومة والحزب الحاكم حزب الاتحاد من الجمهورية بخطاب الكراهية والعنصرية، وما هي مواقف الطيف السياسي والحقوقي في موريتانيا في ظل مقاطعة بعض الأحزاب المعارضة وكذلك بعض المنظمات الحقوقية لهذه الخرجات التي تدعو لها الحكومة يدعو لها حزب الاتحاد من الجمهورية. إلى إذا يمكن أن تقود هذه المسيرات وهذه الدعوات إلى خلق خلق خطاب موحد حول السلم الاجتماعي والمحافظة على كينونة المجتمع الموريتاني في ظل هذه الدعوات وبروز خطابات كراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما تم تداوله في الأسابيع الماضية؟ طبعا المشهد الموريتاني، تجليات هذه الخرجات وهذه المسيرات على المشهد، علاقة هذه الخرجات بالسلم الاجتماعي ومستوى المحافظة على كينونة المجتمع الموريتاني. لمناقشة هذه التساؤلات وهذا الموضوع مشاهدينا الكرام، يسعدني أن أستضيف لكم في هذه الحلقة من برنامج في السياق كل من الأستاذ المدير البونة وهو قيادي بحزب الاتحاد من الجمهورية الحاكم في موريتانيا، أهلا بك. كذلك أيضا أستضيف لكم في هذه الحلقة الحقوقي إبراهيم والأستاذ والحقوقي أيضا إبراهيم بلال رمضان، هو أيضا رئيس هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان إحدى منظمات المجتمع المدني في موريتانيا، أهلا بك. حبذا لو بدأت باليمين طبعا إليك الأستاذ المدير. المدير، كيف تقرأ السياق الذي تأتي فيه هذه المطالبة بالدعوات للخروج لمسيرة من طرف الحكومة ومن طرفكم أيضا في حزب الاتحاد من الجمهورية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على النبي الكريم. شكرا أستاذ على هذه الاستضافة وعلى هذه الفرصة. شكرا على قبول الدعوة. نعتبر دي ظرفية خاصة من تاريخ البلد، نعتبر فيها لأن الدعوة لمسيرة 9 جانفي اللي هو يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى، لأنها ما هي جاية من فراغ ولا هي جاية بشكل اعتباطي، بقدر ما أنها جاية نتيجة مجموعة من الظروف والعوامل اللي عادت الناس كاملة دركت. هو على البلد في السنوات الأخيرة عرف موجة من الغلو ومن التطرف ومن إشاعة خطاب الكراهية بشكل لم يسبق له مثيل، بالتالي عاد من مسؤولية القوة السياسية في البلد والحكومة وفخامة الرئيس كضامن أساسي للبلاد والحوزتها الترابية ووحدتها الوطنية أن يخلق تعبير قوي جدا يعبر من خلال الموريتانيين عن نبثهم من هذه الخطابات وعن استعدادهم لمواجهة بشكل جماعي في إطار تضامن وطني ما قد خلق في تاريخ البلاد. بهلي هذا اللي خلق ذي الشهر الماضي من السنوات الأخيرة من الغلو ومن التطرف ومن خطاب الكراهية. ما هي أسباب انتشار هذا الخطاب في ظل طبعا فهم ياس من العوامل الدالو، ومن أهم هذه العوامل هو أولا ظهور ذن قالوا الوسائط الاجتماعية كنوع جديد في الإعلام الجديد وسوء استخدامه من طرف بعض الغوغاء وبعض الناس اللي في الحقيقة ما هو فاهم على أنه لا قال الرواية ولا سجلها على أنها ليت عدم متناول الناس كاملة، وبالتالي هذا النمو المضطرب الخطاب التطرف خطاب الكراهية كان لازم أن القوة الوطنية المسؤولة عنها توقف وجهه، وكان لازم يخلق عليه إجماع وطني حقيقي. هذه القوة الوطنية عبرت عن أنفسها أكثر من مرة في إطار أحزابها وفي إطار مشاريعها السياسية، غير يوم 9 جانفي يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى ليعود تعبير وطني خاص به اللي ليخلق فيه إجماع وطني من جميع القوى الوطنية وجميع قوى الشعب الموريتاني. إذن أنتقل طبعا إليك الأستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، كيف تقيم السياق الذي يأتي فيه تأتي في هذه الدعوات المطالبة بخروج في مسيرات من طرف طبعا الحكومة ومن طرف حزب الاتحاد من الجمهورية؟ كيف ترى السياق العام الذي تأتي في هذه الدعوات وهل هي طبعا مبررة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة، وأقول في البداية أني ما جيت هنا تياها من أجل الاعتراض على هذه المسيرة،
أو رفضها، لأنها على كل حال فكرة يتبناها طيف من هذا المجتمع الموريتاني، وأحترم له ذلك، ولا أتبناها معه، ولا أشارك فيها، ولا أدعو لها، ونبقي نطرح أسئلة حولها كخطاب الكراهية اللي ينقال اللي قاع ما لنا فاهمين حتى الشعاني، هو خطاب الكراهية إلى عاد خالق خطاب متشنج، إلى عاد معني به خطاب أصحاب المظالم اللي يقولون احنا ظلمنا، يجهروا بالقول لأنهم مظلومين، لعاد هذا هو المطالب به. هذا قاع بسط منه محاربة السبب، وهذا خطاب سببه شنو؟ سببه أفعال، سببه ممارسات، سببه عدم توزيع عادل. إذن أنت ترى بأن الدفاع عن المظلمة يقتضي التطرف أو لا؟ لا لا أقول ذلك أو لا أقول ذلك. هو إحنا قاع مالنا متوافقين إن ذا خالق، إحنا مالنا متوافقين عن خالق خطاب متطرف. هذه بعد قاع أطرحها هك. السؤال الثاني، السؤال سمعته بعد سمعته قلت تداولها وسائل التواصل الاجتماعي، هذه قايل عن ذي الفوكلات، والله ذيك الأمور اللي ذكرت ماني معها، ظاهر لي أنها يلا تتخلق، غير ظاهر لي عن معرفة الأسباب معينة على التأويل، عنا بدل من نعدلوا مسيرات ونحبسوا الناس ونلودوها ونكردوها ونضيقوا عليها، يلا نعرفوا الناس محركة وندلعوا السبب، منين يعود السبب ظلم، منين يعود السبب غبن، منين يعود السبب إقصاء، منين يعود السبب التهميش، منين يعود السبب سوء التعليم، منين يعود السبب الضغط القوي للقوى السياسية الحاكمة، يا الله ينزال توف. وثانيا السؤال الثاني، نحن ما نعرف الحكومة تعدل المسيرة، هي الحكومة تعدل المسيرات، احنا الشعب يلت اننا قمعوها، والله شنو نعدلها، هي حكومة ما يلصت تعدل المسيرات، هي الدور كنتم خذوا معها في المسيرات، خذوا معها احنا خذوا احنا وحدنا، يلا هو الطيف السياسي والطيف المدني يدعي هو به اللي دور الدولة، به اللي الدولة حكم علينا نحن كاملين، ويا الله نحن كاملين عدلوا مسيرة في اتجاه الدولة وطلبوها بأنها تقلع عن الأمر الفلاني والأمر الفلاني، دارت عود الدولة هي اللي معدلة مسيرة ضد من ومن أجل ماذا ومعدلتها لاش، هذا احنا لاش، أنا بعد الله خايف من يعود قاع ما حق يريد به باطل. إذا قطعا أنه الكراهية ما شورها شيء، وقطعا عنها أسبابها يا الله تنزال، يقير ما هو بالمسيرات، بإشاعة العدل والمساواة والفرص، تساوى الناس في الفرص، تساوى الناس في التعيينات. إذا ما مدى وجهة هذه الدعوة وهذه الخرجات؟ هذه الدعوة بعنوان عريض، هذه الدعوة بالنسبة لي، بالنسبة لي هو دواء المرض بالدائي، دواء الدائي بالدائي، هي هذه المسيره الى عدت اللي ضد الكراهيه حتى هي تسبب الكراهيه. كيف؟ لماذا؟ لانها في حد ذاتها نوع من كان الدوله تقول نحن لا نعدلوه، احنا لا معدلين، احنا غابن، احنا نغبن الناس، ونحن ما لنا عادلين بين الناس، ونحن ما لنا نساوي الناس، ولا تكلمت الناس نعدلوا مسيره ونقولوا هذا خطاب الكراهيه. المشكله ما هو الخطاب، المشكله الفعل، افعال الكراهيه، لا افعال، هم اخطر من 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 هذوك متوارد. اذا الدوله هي اللي تعدل الافعال، هي اللي تعين الناس يوم الخميس ولا تساويهم، وهي اللي المدارس ما يمساويتهم، وهي اللي الفرص ما يمساوي الناس فيها. يا الله الدوله تصلح هذا ويعود هذا قاع كافي، ونحن فلا نتعاون معها غير الخطاب. اذا استاذ المدير، هل ستداون الكراهيه بالكراهيه؟ شكرا. انا فعلا سمعت اللي قال الاستاذ، غير في ملاحظات، اولا اصحاب المظالم ما مالي عن المسيره وفكرتها وفكره مواجهه خطاب، احنا مواجهين خطاب، مواجهين نظره ما خاص به مد، لا خاص به جماعه ولا مستهدف في اولى شريحه ولا مد معين، ذاك غادي عن ما هو ما يخدم شيء، اصحاب المظالم واصحاب مشاكل اجتماعيه واقتصاديه احنا نعرفوها في البلد، ومع ما يجي فخامه الرئيس للحكم في البلد بدا يمس الامور الجوهريه
قد يعود ما فات قد تعود أمور كمال لله تبارك وتعالى العمل البشري والإنساني بحاجة لأنه يجدد وحاجة غير تحقق فيه ياسر من المكاسب ونعرف عن قطعا وضعية المظالم وضعية حقوق الإنسان وضعية المستضعفين وضعية هذه الفئات أسوأ هي منذ 10 سنوات أو 15 سنة ومع ذلك لم تكن الأمور يتعاطى معها بهذه النبرة ولم يكن يتم التعاطي معها بهذا السلوك هذا ما اللي نحن فاهمين غير ما اللي فاهمين عن هاي النبرة وهاي السلوك دائما مرتبط بياسم الأجندات والبرامج والأمور الأخرى فيما يتعلق بالحكومة تقود المسيرات ما رأي عن الأستاذ يالله يطرح ذا به في التاريخ شعوب الدول دائما مرحلة معينة عندما يخلق التهديد تلتحم الشعوب بينها وقادتها ما جرى في باريس عقب حديث شارلي أبدو كان واضح أن كانت مسيرة ضد الإرهاب ضد التطرف قادها الرئيس الفرنسي وشاركوا فيها ورؤساء وقادت العالم لأن عاد في مظاهرة ضرت منها الشعوب وضرت منها الناس كامل وبالتالي لا بد من تعبير حقيقي عن رفض هذا المشروع له وهذا هو السبب عن فخامة الرأي الشخصي أن يحرص على المشاركة في المسيرة ويقودها وعن حزبنا حزب الاتحاد من جمهور الحكومة اللي الحكومة والوزارة الأولى وإصدار الوزير الأول بيان داعي فيه الناس كامل للمشاركة فيه وحرص الحكومة على تأطيرها الدولة والمشاكل والمظالم هذا يا الأستاذ علي عنه فاهمه ونتبارك معاه يعرفه حتى هو خطاب التطرف ما يا الله يقول ما هو خالد هو يعرفه فاتقيمه فاتشافه وشاف المراحل مر بها ذا كامل التطرف انتشر تطرف فكري حتى التطرف عقدي وتطرف سياسي وحدد بقانون يعني قانون 20/2018 حدد معنى الكراهية ومر عن التمييز وخطاب اللي انت لين تجيد بدأ تريد تمس ثوابت بها إشاعة الكراهية انت لين تجي المدة عندها مذهب ديني متوافق عليه كامل وتحاول تفكك قيمها الدينية وقيمها التاريخية متبارك الشيعة الكراهية الكراهية ما عندها لون ولا عندها جنس ولا عندها لغة وهذا هو اللي يخص ينفهم ما مستهدف فيه بإجماع بقدر ما يعني الله ليه القوة هل أصحاب المظالم كيف قال هو هم الأولين يعني عدوا في طليعة المسار لأن المظالم سببهم الكراهية سببهم التمييز وسببهم التطرف إلين تختفي الكراهية وتختفي التمييز والتطرف وتنتشر قيم التسامح وقيم العدالة وقيم المساواة هذا صلب الفوارق الاجتماعية بالطرق السلمية وهذه الآلية اللي يلا تعتمد نحن في حزب الاتحاد ما الذي يمكن أن تحققه هذا المسيرة أول أن هذه المسيرة ستحقق وعي وطني لا بد من الضمير الوطني يخلق وعي وطني شامل وتخلق مناصرة وطنية كامل قوة الوطنية جميعا أنا آسف جدا ما كنت شاك عن فهم حد قد يتخلف عن هذه المسيرة ما يلا حد ينظر الأمور بمعيار سياسي يعني برغماتي لهذه المسيرة دعا لها حزب الاتحاد والله هذه المسيرة قائدة فخامة الرئيس محمد عبد العزيز والله هذا ما يجيها لا نحن لا نخلق وعي وطن به اللي هذا يكافح بالقانون غير يكافح بالفكرة ويكافح بالرأي ويكافح فعلا كيف قال الأستاذ بالبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تسد الباب أمام هذا النوع من الفكر به اللي هذا النوع من الفكر فهم ظروف ينمى فيها ذيك الظروف اللي تؤدي النمو بالطراد يعني احنا نقضوا عليه غير القضاء على تلك الظروف وتجفيف منابعه يحتاج وقت يحتاج استراتيجيات وطنية يحتاج برامج ثقافية وانا شفت في الاسبوع الماضي وزارة التهيب الوطني عبد التعميم من يدخل مجموعة من قيم ومفاهيم جديدة واضح اذن استاذ ابراهيم طبعا الحجج كثيرة لدى الحكومة ولدى الذين سيخرجون في هذه المسيرات أنتم تخشون ربما من تميع على الأقل هذا الموضوع أو الإضرار به على الأقل ودخول السياسة على الخط لماذا عدم الخروج في لحظة ربما تستجيب فيها الحكومة ويستجيب فيها الشارع الموريتاني والقوى الحية في على الأقل مراجعة التاريخ ومراجعة معطيات الواقع على الأقل كحقوقيين لماذا مقاطعة مثل هذه اللحظات التي ربما كانت ينتظرها الكثير أولا أختار نقول عن عودان الوضعية أسوأ قبل 10 سنوات من الآن هذا موقف أحترمه للأخ مدير وما ولا ماني موافق عليه
أنا مواسي عن الأمور اللي ما زالت ما هي متباعدة حتى مع هذا قاعد أرجع له هو قال إنه الكمال لله الله إنه من الأمور أنا مواسي عن خلق شيء يقير قليل حتى بالمقارنة مع اللي كان يرتو يخلق ثانيا فرنسا عدلة هبة جمهورية ضد شر يبدو يقير به اللي هو هجوم خارجي إرهاب خارجي ربما هناك أيضا يخطط لا قد يكون خارجي لا 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 لا, لا, لا هذا من جهة ثانيا القول بأن المظالم سببها الكراهية العكس كراهية سببها الظلم والغبن وأنا تعبيري عن ظلمي تعبيري عن ذل اللي نعاني منه يعتبر للأسف الشديد بالنسبة للجهة التنفيذية اللي يلتها ترفع المظالم تعتبر عني أنا ما عندي الحق نقول أني مظلوم وعني لا قلت أني ندعو الكراهية وأنا عندي الحق نقول عني نقول عن عن الثروات ما هي مقسمة بطريقة عادلة مبين فئات الشعب الموريتاني وعن هذا حد قال يدعو للكراهية قسموا المسيرة تقودها فئة واحدة أو لا لا لا, لا واحدة. ماني متكلم عن الفئة أنا متكلم عن أنا أضع الإشكال بين لما أسباب المسيرة أنا قلت عني ماني معترض عليها كذكرى بتبنيتها جماعة عندها فيها الحق لكن ناقش الفكرة من رأسها أولا اعتبار أن الكراهية ما عندنا لها من الدوام هو مسيرة أنا ظاهر لي أنهم أتيها أمور يالله تداوى سابق المسيرة أنا ظاهر لي عنهم يالتهم يخرصوا يعيدوا النظر بالطريقة اللي عينوا بها الناس ويخرصوا الوزارات من فيهم ويخرصوا لبنائك عند من ويخرصوا الشرائك عند من ويخرصوا الجيش من الخطوط الكبار عند من ويخرصوا الثروة من مالك ويخرصوا الصفوف الأمامية من كل المبادرات وكل شيء من فيهم وتعالج الأمور من فهم الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق منين خلقوا مظاهرات خلقوا ذوك الهجومات في فرنسا اعترف هو من رأسه كرئيس وزراء عن فرنسا فيها ميز عنصري هذا هو قد نحن نعترف بهم ما قد نقولوا عن فيها ميز عنصري لا إيه نقول وانا نعود ظاهر اللي عن فما تياها مظاهره يعود هذا دعوة للكراهية الإخوة لا تمز صوع الزرقة وتخلوا الزرقة يا الله خرصوا الأسباب اللي أدت إلى ما تسمونه خطاب الكراهية شنو هي ذيك الأسباب ويا الله نعالجوها أنا مواسي عن خلق وعي وطني يخلق في المدرسة عدلونا وعي وطني من داخل المدرسة عدلونا أبناء موريتانيا في المدرسة وزارة التهذيب عدلونا أبناء موريتانيا في مدرسة جمهورية عدلونا جيش جمهوري عدلونا نتائج اجتماعات مجلس الوزراء جمهورية عدلونا الحكومة الجمهورية هذه هي أسباب الأسباب أسباب أسباب هذا لكن أنا لست لماذا عدم الخروج هو الدعوة تأتي من جهة ولا هي فرض هي ما هي فرض هي خيار هم اختاروا فكرة هاي الفكرة احنا ما لنا متوافقين على ما هم ما على المسيرة من رأسها كل مجموعة من الموريتانيين يقدروا يخرجوا لكن ذا اللي معدل له السبب اللي هو خطاب الكراهية نعتبروه حق أريد به بعض لماذا ما تحسنوا النية وتحضروا على الأقل المسيرة ياكل قد تعزوا موقفكم مستقبلا نحضر الشيء ظاهرنا عنه ما هو واضح المعالم ما واضحين أهدافه السياسة دخلت على أنا ما ظاهر ما واضحين أهدافه ولا واضحين محركاته وظاهر عنه نوع من الاستفزاز بدل عكس استفزاز من استفزاز يستفز من الجهات اللي جاب اللي طرحت الفكرة واللي تعب لها الشعب الموريتاني واللي تحرك لها الشعب الموريتاني أنا ما واضح لي محركها وكنت مواسي عن المناسبة عنها وهذا يعرفه الوزير سيد الوزير عن الجهاز التنفيذي عنده شيء عدلو عملي ما هو المسيرات ثم عدلو إجراءات ملموسة على أرض الواقع وعرفوا عن اللي تسموه أنتم إجراءات على أرض الواقع يراعي فيه لا أنتم نحن ما نرعوا فيه ما شفناكم عدلتوا شيء أستاذ المدير ماذا عن المسوغات لتبرير للرأي العام نوفع العرضية النقاش ساوي للحكم لا أنا قاعد لا مشكلة شفت الحكم على الأشياء من منظور ما أنا ما نقدر نتناول الأمور من منظور
طائفي وفي قوي بهاي الطريقة. من نتناول. لا نحن لين تقولوا الدولة عند من البنوك عن هاي لا موريتان. نحن أنا وأنت والناس كاملة يلا نسعى ونطمح لدولة مواطنة. مواطن موريتاني بغض النظر عن جنسه عن لونه عن لغته لا يعود هون إلا مواطن موريتاني. الاقتصاد يحرك كل أهل موريتاني. المطلوب علينا نعدوا دولة قائمة على العدل. قائمة على مجموعة من القيم. هذا صحيح؟ القدوة هذا هذه أهداف لا ما مسمع. أنت قائمة على العدل لا مهم عنه. لا ما ثم لا وقت سكتوا لا 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 تتكلم. لا تقولوا عنكم صامدين ولا تقولوا عنكم. فيها يقولوا إنه إحنا ما قلنا الحد. إحنا ما نم تكميم الأفواه. حصار الفكرة ما يقدر صح احنا نطالبه لا, لا 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 اسف جدا خطاب الكراهية والمسيرات احنا ما نقدر بيدي ما يقدر حد اليوم يكمل فيه حد ولو هدف ولو غاية احنا مجال حين شوي مجال الحريات اتسع بشكل وهذا هو الخطير بالعكس كل مجال الحرية اللي خلق واللي فتح نمنا قاع الفكر الكراهية وفكر التطرف بيدي ما لا ما نقافلين غير مواجهين فكريا وسياسيا نحن اليوم الدولة موريتانية دولة الجميع ما فيه تمييز ممارس باسم الدولة ما فيه تمييز مقنن ما فيه تمييز منظم فهم فعلا مشاكل اقتصادية واجتماعية وفهم تفاوت اقتصادي واجتماعي يخلق في البلد وفي جميع البلدان لا ما فعل سياسات خاطئة من نشط الدولة اللي جاي غير هذا التصحيح وانت بدأ لا لا لا, لا. نحن موضوعيا يلا تعترف به ونعترف جميعا به مع 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 حركة 6 أوت 2008 فخامة الرئيس كان عنده اهتمام خاص بهاي الفئات طيب لا 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 ما لا لا احنا ما عندنا لا هذا نون باكون سان نون ما يلانك دبوا قضية المظالم ملف حقوق الإنسان ملف الإرث الإنساني ملف التعاطي مع المشاكل الحقوق تبني الحقوق تعرف اللي خلق فيه على مستوى المؤسسي على مستوى القانوني على مستوى التنظيم على مستوى التعطير على مستوى كذا تحققت في مكان ثانيا لو افترضنا ان جدلا هناك مظالم آلية معالجتها شنو كيفية التعاطي معها شنو من درايه كانوا بخطاب متطرف متشنج افعال شوي يعني انا هاي سؤال من درايه كانك الدور تعالج هاي المشكله براسك انت صاحب المشكله ولا دور الناس كامله تعاونك في حل المشكله انا ظاهر لان حتى لو افترضنا جدلا عن في مدعنات من مظالم عندها مشاكل مشاكلها ليت تنحل في اطار وطني تقدر تحلها لا بتوسيع دائرة مناصرة لها تحلها بتبني الناس لها تحلها بتبني جميع المواطنين لها تحلها بتعاطي الجميع معها ما تقدر تحلها بلغة استفزازية ما الذي يمكن أن تضيفه هذه المسيرات هذه المسيرة أنا واحد عن يوم 9 جان فيه ليعود يوم للتضامن الوطني جميع القوة الوطنية متماسكة فيه. سنة التعليم. لا سنة التعليم عدنا فيها إنجازات كبيرة تحقق فيها الكثير. لا لا المسيرة تعبير تعبير أنت مالك أنت أخرجت هون في إطار ميثاق مسيرة شنو الهدف منها؟ ذكية هي التضامن كان لا 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 شنو مشكلتنا اليوم؟ كان يلا تعود المكابلة. لا لا ما جيت ما جيت بيلي لين ندير ديرها في إطار فيها. ما هي إطار فيها؟ أنت ليه تطرح خطاب الفئة والله جهة ولا قبيلة لا ما هذه الجهة مظلومة المظالم تطرح في إطار العام هنا معان المشاكل تحل في إطار وطني معان العدالة يلا تخرج مرة معان هذه البرامج الاقتصادية والاجتماعية اللي عدلنا احنا قلت حكومتكم اليوم لا احنا واحدين فيها عاونونا فيها عاونونا فيها غير هاي الاخر ليه يخسر علينا ويخسر على الناس هذا فيكم هذا اللي لا نختار نقول ابراهيم الليلة اللي يلا يفهموا الناس اللي كانت تعاني من المظالم والناس اللي كانت مهمشة والناس اللي كانت واضح المدير والناس اللي عانات والناس اللي عندها مشاكل تفهم عن هاي المشاكل حلها في التضامن الوطني حلها فعلا جميع القوة الوطنية وجميع المواطنين واضح يتبناوا مشاكلها واضح ما نحن واذا انت يا الله تعود انت كاديم مثقف ما تقدر تبني دولة مشروع فيها
ولا تزعم لا 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 اذا برانجا لا 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 ما بارك على فيها ما ندافع عنه ولا نتبنى اسمع لدي اسمع حاني شوي هاي بالامان حاني اقول لك راعي هذاك مبنية لا 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 مبنية على فيها هي المتحكمة في اقتصادها وهي المتحكمة في من هي شيء واضحة اقتصاد من المتحكم واتهمك رجل وطني اتهمك تقول لي عن مواطنين وذوك مواطنين وعندهم الحق والكاملين مواطنين يلا وقسم دولة يلا الدولة تقسم اللي هم موريتاني من حد غني غنيته الدولة واللي هم موريتاني من حد عنده الشعب غنيته الدولة آلية التوزيع يا كامل فرص بين الناس ما هي خالقة ما هي معدلة خلص المدرسة العسكرية خلص المدرسة العسكرية خلص مدارس الامتياز تجبر مدارس الامتياز عدا المسابقة ما هي كاملة ابتدائية ما يعدل فيها ابتدائية ما يعدل فيها مسابقة معايير اختيار ما عندها معايير معايير اللي وزير والله ولست وزير والله ولست مدير على كل سهل على كل سهل ارجع ارجع ونقول لك عن اصدار الاحكام انا نختار نقول لك انا نبغي نقول لك روايه عنكم انتم حني اذا ابراهيم ما دام هناك حني حني نقول فكره حني نقول فكره سابقه حني نقول فكره سابقه نسيتها شو هو منين تقول الناس عن هون مظالم تقول عن هون عبوديه تقول عن هون اتيا احراطين مغبونين ينقال لهم لا تشودوا بلدكم انتم بهذه المسيره متبالكين تسودوا البلد فيكم اللي تقولوا عن البلد فيه كراهيه انتم اللي علينا ولاه عليكم انتم مد معدله مسيره تعلن للعالم عنها هي فيها الكراهيه ما تغسلوا لنا الثوب تحت عندنا نحن كيف تدوروا منا نحن ها منين عادت الكراهيه انتم هم اللي تدافعوا عنها مسيره عادت يلا يدافع عنها ويلا تعود هبه وطنيه ويلا تعود تضامن وطني ومنين نعود نحن نقول هنا تيا العبوديه وهون العنصريه وهون الميز العنصري قال لنا لا تسودوا البلد وتزت انترند ترنير اللي ماجد بي انتم زت انترند ترنير انتم راكم تباركين تشوهوا صوره البلد لانك لين ترى ان حاله عبوديه موريتانيا حالة واحدة يا نمشي معاك شهرها إذا ليه ترى إيش راح ياك تقلبوها لا 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 ما نقلبوها تعدلوها حالة قصر حالة قصر والله تعدلوها حالة أخوة الرق ومخالفاته في التعاطي مع الشأن العام عن الإرادة السياسية وهذا أنا أشهد يعني أنا كنت رئيس فريق حقوق الإنسان في البرلمان الموريتاني وحضرت وشرفت على القوانين المعدلة ونحن كأقلبية من المعدلين ما قد وكنا حني شوي ما بخلت وكنا ما وكنا لا 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 احنا نبدي لا العكس ما بخلت لا لا العكس للتاريخ لماذا لا 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 حني شوي حني شوي حني شوي لماذا 48 رجعوا اسمح لي حني شوي نجاشي شوف شوف استاذ الموضوعية في كل شيء انا اتكلم على الهواء وزير العدل انا ذاك قد يصنت والناس القائمة والموجودة في البرلمان كان اشد له الأقلبية والشد ذي اللي تقوله لين يعود للأمانة الشد اللي نظرت الناس له عنه الشيوخ وولاد خيام كبارات وهذا كان الشد هو في التعاطي مع القانون والناس الأخرى أنا الناس أخرى المقاومة لا أنا أقول لك نعود موضوعي ما نعدل لا ما نقول لك أنا موضوعي جميع القوانين نحن وما عدلناها تجريم العبود حني تجريم العبودية لا دين نخلق عليه جماعة وطني هذا إرادة وطنية ما هو جاي فرصي حد ناس كاملة اليوم حنين موريتانيين اليوم مجمعين على مكافحة الرق مجمعين على مكافحة المخلفات مجمعين من خلال الافعال ما شفنا برامج موجودة برامج ما شفنا لا وصلت اذا ما وصلت بها التضامن شوف تضامن هذه اللي انت اللي واحد فيه جزء منها انت اللي واحد فيه فعال المجتمع المدني في اطار التعليم هذا مثلا اللي واحد في التعميم احنا حتى اصلاح التعليم المدير حتى لا يأخذنا الحديث عن النقاش عن العبودية فقط هناك خطاب للكراهية هناك خطاب للعنصرية أفرزته مظالم كما قلتم الأستاذ إبراهيم هل تعتقد الكراهية ما هي جهة واحدة هل تعتقد بأن هناك ما يمكن أن يجمع الموريتانيين غير هذه المسيرات أو لديكم حلول على الأقل غير هذه المسيرات هكذا هذا هو اللي ظهر لي أنا ظهر لي عن هون كيف اعترف معي السيد الوزير بن هون مظالم وعن خلكسي راني متوافق معاه عن خلكسي هو بالنسبة لي ويسر وأنا ساكن وما ويسر حتى وعنه يحتاج عنه مبارك مع شوخ الله يعده أنا قايل عن هذا هو اللي يلا مدة تنعتن أفعال تنعتن الدولة عن الدولة تنعتن أفعال تنعتن تمييز إيجابي في الوظائف وفي تقسام ليسانس دبش
وفي تكسامر وخاص الصيد عقلية هذا خارج ما يفتو يخرج بس ما يعلم هذه التكسام اللي تكلموا عنهم لا وجود ولا يخلقوا مخالفين ولا يخلقوا أستاذ أنت كنت وزير أنت هذا الوزراء اللي هذا مجلس الوزراء اللي كل أسبوع مقسم شنو التنقيب ما يعرفوا عن حد محكوم محكوم عنده طريق وعنده طريق عنده طريق لا لا يستوعب حد الشروط ويجير وزارة الأرض عندها هي موريتانيا مليون متر مربع وزان مولانا حد ينقب ما هو محكوم عن حد هم ذول اللي مشاو قوانين ومراعيهم ما مخليني اذا ابراهيم حتى لا حد تكلم عن حتى نؤطر النقاش هناك من يقاطع هذه المسيرات وهناك من يدعو لها أين وصل خطاب الكراهية والعنصرية في موريتانيا في ظل انتشار تسجيلات على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل حديث البعض سواء كان على المستوى الحقوقي أو على المستوى السياسي عن بخطابات يراها البعض عنصرية أو تحمل نوع من أولا هذه الخطابات أين كيف تقيم واقع اللحمة الوطنية اليوم أخي الكريم هذه الخطابات والفوكالات اللي تشيروا لها لا ترعاها جهة معينة وإن كانت ترعاها جهة معينة يلا الدولة تقيسها تحاسبها مباشرة هذه نشاز شم الناس اللي مجهولة ما هي معروفة كلها يسجل رواية ويزرقها يلا الدولة تود عندها وسائل تمشي تلود له وتحبسه تطبق فيه القانون وبالتالي ما يلطها تعود مبرر لأن جزء من الشعب الموريتاني من هامنا نعدله عن دعاة العدل ودعاة المساواة ودعاة هذا عنهم هذا اسماءهم بعض لا هذا اسماءهم نحن ما ننسى حد يدعي العدل ويدعي المساواة ويدعي القيم المواطنة انت ما اسمعك حد بيدي فهم قيم قيم المواطنة وقيم الديمقراطية والمساواة والعدالة هذا ما ضد والله أنا بعد الشايب عليكم الذي قلت والله أنتم خلعكم الخطاب لا ما قلت الأفعال الأفعال متباركين معها احنا متباركين معها لا بد نحن مبالك شوف معي أنتم قلت الأفعال شوف معي يا أستاذ نحن على مستوى موريتانيا وعلى مستوى البلد اللي خلق فيه من التقدم ويخرج فيه من التنمية ويخرج فيه من كذا نحن ما متناقضين فيه يعني وإذا دي حد حين شوي لا عادي ما أنا من تعرف عنه وإنت تعرف عنه وإذا فهم التحديات وفهم المشاكل ما تنحل جميع الشعوب تعود فهم إرادة سياسية وبرامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية غير هذا فهم شيء جوهري شن هو وحدة الأمور شنين تعود كيان البلد يضحك مثلا أنت لين توقف حين شوي أنت لين توقف حين شوي بتعرك أنت لين توقف أنت تشكك في المذهب المالكي كمذهب ناس دستور موريتانيا عنه هو مذهب الأمة وهؤلاء العلماء هو مرجعية الأمة إيش كيف تلا شنواسه نوقفه ولا خلوه كنوك بكر ينمو أنت لين توقف الدعاية حين شوي الدعايات العنصرية أنت ما تقد مقبول تعود مسؤول سياسي ولا مسؤول عام وتطرح طرح عنصري ولا تطرح طرح فئوي ولا تطرح طرح تقليدي طرح تقليدي وتعود هامك تشارك في الحياة العامة ما بلو منابر هاي ما نقدر نقول احنا كدولة وحياة وشرع ولوحني لامد احنا عدل لامد هاي الشباب اللي صنتري وهذا الشعب اللي صنتري الآن واللي دور تشوفه يوم الأربعاء يعرف عن مصلحته في استقرار موريتانيا ويعرف عن مصلحته في التفاهم ومصلحته في الوحدة ومصلحته في التضامن وفم هبة وطنية اليوم هاي الفوكالات اللي قلت وهذا الطرح اللي يسوى نشاز يسوى منظم يسوى غيره يلا يواجه معايا ملي عن اللي قالوا فيسبوك والإعلام الجديد عن وسائل الاتصال جديدة في موريتانيا وتقنيات جديدة الإعلام الجديد عن عاد في السنوات في لي زمن عاد دوره سلبي تعرفه هذا ما يشوف تعرفه فيه إذا هذا وركاس في بعد خلق وعي مسيرة فعل خلق وعي وطني لكن سنة للتعليم سنة التعليم سنة عندها قاعدة المدير قبل أن أعود إلى إبراهيم هناك من يقاطع هذه المسيرات وهذه المهرجانات على أساس أن هناك توظيف سياسي لهذه السرجات
للتوظيف السياسي اللي عاد الفخامه الرئيس بقياده هاي المسيره والحكومه مشاركته فيها. البعض يخشى والشعب الموريتاني شنو الرسائل السياسيه اللي لا بد لها من ذكاء من شنو؟ قلنا الرسائل شنو؟ ما في رسائل سياسيه، اللي فيه من الرسائل السياسيه عن هاي البلد، هذا البلد اللي احنا فيه لن نرضى لاي كان بذل من المتطرفين ومن انصار الكراهيه وانصار العنصريه والتطرف والاجتماعات الضيقه عن التعبث به. اذا هذا حد ما هو منها يعبر عن موقفه ما يلا حد يتخلف عنه ولا يلا حد ينظر للامور من منظار سياسي، من منظار سياسي كنا من الانتخابات وهذا عن اخر انتخابات خضنا عن حسمت التوازنات السياسيه. ابراهيم على الاقل قد يقول بعض بانكم اذا قاطعتم هذه المسيرات وهذه المهرجانات على الاقل لابداء حسن النيه من خلال بيانات على الاقل لتثمين. السيد المسير لا تقبلني بعض في الوقت على الاقل لا تم تقبلني في الوقت. ما نتقابلكش مقبول مقبول بعد فيه مقبول بعد فيه مقبول بعد فيه ولا تقبلني في الوقت بعض على الاقل. شوف أنا اللي مختلف مع ذو الخلطة فيه عن ذو المشاكل اللي خالقين ما ينحلوا عن طريق المسيرات، مختلف معاهم فيه عن مهومة التنفيذي عن مهومة جهاز تنفيذي وعنه عنده الفضل وعنده الأبناء وعنده المشاريع وعنده الوظائف قدي وعنده كل شيء قدي عدله ولا هم عدل منه ما هو مسيرة والخطاب قبل لا تتحدث عن واقع العبودية فقط، هناك كما يقول لك على الأقل استهداف المقدسات الوطنية، هناك شيوع بعض الممارسات. شوف لا يجزرنا شور، لا يجزرنا يتبعدنا على الموضوع. موضوع مسيرة لما لا تعدل، أنا مواسي يا أخي السيد الوزير، مواسي عنكم قبل تنصحوا قيادتكم منها تعدل ورشات للنقاش ونتعاولها نحن. ينقال انه ها وقعدوا انتم مثل الدور شنو؟ وايه اللي يهمكم؟ شنو؟ وتقعدوا انتم ما تناقش معنا ما تناقش هاي الابواب اللي دائما يقولوا عنها مفتوحه لا اسفنا لا كلكم قطعتوا لا عين على قاعد تقفل باب وبعد لا كلكم عين حد في اي وظيفه تديروا رئيس مصلحه يجي قافل باب لا كلكم مناقش وين الابواب اللي ما وناقش معنا وفتحت الورشات ما وناقش معنا والنقاش ذا كافي منه والديمقراطيه وكل شيء احنا ما وناقش معنا عدت هيئه الساحه المفتاح بين النقاش مهم مشاركه التعليم واهميتك في التعليم ويلا ترى وزير التعليم وتناقش معاه وتدخل معاه في شيء عملي ما تطلع الاحكام المسبقه سنه التعليم ما تقول ما تقعد ضحكه قول اللي عدل فيها من المدارس ولا اللي عدل فيها من البنى التحتيه للتعليم هذوك هو انتهى ادوابه مازال ولا مازال ولا ادوابه شوف هذا ادوابه مليان لا نسموه خلوهم يخلاو خلوهم يخلاو هو اللي خطير هو اللي خطير عن ادوابه هذه عهونش من الناس عاد يلعب. انا سمعت الجمعيه الوطنيه وسمعت من الناس كلهم لا يتكلم يقول ادباي وحنا ادباي وكانه يريد استعطاف الناس ادباي لا كيف الفريق وكيف كيف القريه وكيف البشره ادباي لا جزء موريتاني هذا من جزء من موريتاني ما عنده وزير لا يلا حد جزء من موريتاني ما عنده جنرال جزء من موريتاني ما عنده وزير جزء من موريتاني ما خارج حد لا يرفع استاذ انت اربع هذا استاذ الخطاب الشعبوي هذا الخطاب الشعبوي اللي ساد هون ادباي وصلت في البرلمان يقولوا ما ادباي ونحن كلمه ادباي عادت من الخطاب الكراهي لا محاوله اللعب على عواطف الناس محاوله الحقائق لا انت تلعب على عواطف الناس نعطيك مثال حني نعطيك مثال شوف حني نعطيك مثال انت ما يلا تحكم على سن التعليم ماشي اذا انا شفته انا استاذ انا استاذ نعرف عن معاهم عدد ابراهيم تحدث التعليم واهتمامك كخبير كخبير مجال التعليم هاي نصن تالي نصن تالي نصن تالي ولا صنت حنش ولا قد صنت في حد فيها صنت لكن انتم ولا في الوزاره ولا في بلاد اجازوا بالاخر السياسي لين نناقش الموضوع نخلي عني فكك تعود ما ثلاث خالق بين عدل خطاب الكراهيه اللي يقولوا له خطاب الكراهيه سببه الدوله ايوه ست دوله غير عادله بالظلم ظلم من ظلم الشرايع وظلم المجتمع وظلم الفقراء وظلم السود وظلم البيض وظلم الساده اللي عاد خالي شي قسمتوا هاي السلطه الى حد الان لا
الدولة تقصد من؟ الدولة هي أنا وأنت الدولة لا 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 الدولة لا لا من سوى فضلك لا الدولة تعني الدولة نعني بها الحكومة اللي عندهم قيادة البلد هم اللي نعنوهم وفوق يعني وانت ويلا تم يحكموا بيناتنا ويلا تم يقسموا بيناتنا هذه الدولة اللي هي الدولة اللي فيها ثم بعد دي دور القسمة حافظنا على إلين ينمو ويخرج ما نكبوه الكاس بعد ما انت امروا علينا نكبوه واسوا انتوما احنا معدلين لكن معدلين انتوما تقفوا على زر واحد تقفوا على زر واحد وزر اخر جايبين له كتاب الكراهية اذا سمعتون شو من النواب وش من الناس في الهونات يا وش من الناس لا لا شو من الناس ما يلا يلعبون ما يلا يلعبون هناك من يتحدث عن الابارتايد في موريتانيا كيف ترد؟ لا لا ما يجد حد يتحدث عنه ها ما يجد حد يطرح هناك من يقول بأن هناك أيضا مدارس البيض وما إلى ذلك ما ينهي وهذا أستاذ وقرب يجد حد يقول هذا ما له هذا برايم كيف ترد هناك من يقول بأن موريتانيا ما تقدر تصنع ما يجد هناك مدارس البيض وهناك تمييز وما خلق لك اسمه عرف عن المدارس الحرة هنا تياها عن الفئة من المجتمع يلقى مدارس الحرة هل هم يخلص وحد عن ما خلق لك عن مدارس الامتياز تعال عن ما شوك في الشارع تعال وين المنطقة وين اسم المدرسة العسكرية هذه وقت انت مالك استاذ ابراهيم خبير في التعليم حين شوي خلص وقيس ثانوي تلميناه وقف قدامه خلص من يوخال من ميناء في مدارس حرة اسمع خلص من يوخال من تعال عن ميناء في المدارس الحرة والرياض في 20 مدرسة حرة انت لا تبعد مدرسة حرة ما كن بعد معدلين لا تقولنا عن مدارس الحرة ما هي بعد من لا تحكم عن مدارس الحرة خاصة مدة خاصة بها بها اللي هي اللي نعطاها خيارات موريتانية ذيك المدة هي اللي نعطاها خيارات موريتانية وهي اللي عندها باش تخلص المدارس ترى عن اكثر عدد المدارس الحرة في الرياض من اكثر مدارس يزكوا البريفي اكثر السكان لها ايوا اخبار هذا المدرسه بهم اللي اكثر السكان ايوا اخبار عليها المدارس اللي نبغيك تشوفوا هذا مجالي اشترك تشوف يعني مدرسه الحره ما مرتبطه المدارس اللي في دار النعيم بعد المدارس اللي في المدارس العسكريه عدل الرحال ما يعدل عدل المسافر عدل الفني اللفاك لا 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 قدم لي ندير نحن نتحدث عن بلد ثم هي بعد احنا لا تعدل من المغرب على الشنزور وهي المدرسه يا غير المدرسه ممل خلي عنك المسيره انا عرفت المسيره ما نخليها بيروحوا فيها اللي عنها مصيريه وهذا عن يوم 9 جانفي وهذا عن يوم الاربعاء يوم الاربعاء عن يوم الاربعاء 9 جانفي يوم الاربعاء 9 جانفي 9 يناير عن اللي يعود يوم تاريخ حياة سياسية والاقتصادية والاجتماعية موريتانيا لا يعود نقطة تحول لا يعود نقطة تحول أساسية ما الذي يمكن أن يضيفه لا سيد المدير لا ما الذي يمكن أولا سيدخل الموريتانيين سيد المدير لا يدخل الموريتانيين 2019 وينطلقوها أكثر تضامن أكثر تعاطي أكثر تعاطي أكثر اتفاق أكثر تضامن دور التطرف ينعزل ودور خطاب الكراهية ينعزل ودور الخطاب العنصري ينعزل بيلي معزول بيلي ما يقدر يحقق شيء بيلي لا يتخرص انت كحقوقي الحركات الحقوقية في العالم منين نجحت ومنين فشلت مثلا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية منين نجحت ومنين فشلت الين تبان الخطاب الحقوقي تبنات البيض وتبنات السود السؤال أقلية في الولايات المتحدة الأمريكية قولها لا علاش يعود رئيس منهم قولها لا علاش يطلع منهم رئيس قولها لأن دائرة المناصرة مرقت إطار فيها تو ما تقدروا تعودوا الدور الناس تضامن معاكم ودور الناس تتابق معاكم ودور حد يدور هذا وش انا اللي نسوي انا اللي نسوي سواك السيد الوزير توشاكم نعرف اذا نظمت وفاهم ما كان نقول عن اذا هل تعتقد ان المسؤولين اذا لا تنقول عن الوقت بدا يداهم من ابراهيم الوقت بدا يداهم من ابراهيم لا تلينا نقول عن ابراهيم الوقت بدا يداهم هنا الوقت بدا يداهم هنا هناك مشاكل عديده من الفقر والاميه والجاليه التي ربما يقول بعض انها تعود اليها بعض الاشكاليات التي تواجه هذا البلد خصوصا في بعدها الحقوقي ما هي الحلول المقترحة اليوم بكم كمنظمات حقوقية بارك الله تبارك الله أولا بالنسبة لنا نحن في هيئة الساحل التعليم هو الحل ما هو نتياه ما شفنا إرادة سياسية لإصلاح التعليم وطالبين بها ومكبرين الكرش في الدولة من أجل تعدلها ولا هات خلقت ثانيا يلا يا خلقوا ورشات انتم ادعونا نناقشوا معاكم انتم لله يتعدلوننا ما انكم معدلين معانا معدلين ضدنا حد انت تعتقد بان المسيره
ضد فئه معينه. ما نشاد اخبار اخي المسيره شاد معينه يا اخي، انا ما نشاد اخبار المسيره، انا شاد اخبار اللي قال الوزير عنه عدد من الانجازات. ايوه وفمت انه مبارك معاه، داروا اللي مبارك معاه وعدوا نتبارك معاه ونناقشوا ونتوافقوا عليه ونمشي معاك ولا يتقاطع. انا مقتنع انا ما نمثل المعارضه ولا نمثل الموالات ولا انا مثل حزب سياسي، انا رئيس حقوقي. طلبتها ولا ريتها، طلبتها الوزير كان فما تياها، طلبت لقاه راهو عنده رسالتنا ولا ريتها، وطلبت الامين العام باطل اللي دونه ولا ريتها، وطلبت ما به اللي ما فيه اللي ما هو صايب لله اللي ما هو مهم عنده ولا صايب له واللي منهم جايته لا ما جايته كاع. واضح ما راه اللي عنده على الشعب كيف يمكن الخلاص من واقع الفقر والجهل والاميه والملفات الشائكه اليوم المطروحه في البلد. الفقر والاميه والجهل والوضع الاقتصادي والاجتماعي، اولا حد له يناقش هاي الظواهر، ما يقدر يناقش معازل البلد عن العالم. ثم ياسم العوامل تأثر على البلدان. الأساسي اليوم هو أن موريتانيا عاد بلد على عتبة الانطلاق الحقيقي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذه فرصة ما لا الموريتانيا يضيعوها. والله موريتانيا يكرسوا يعدوا من 9 يناير يوم للتضامن الوطني. هذه البرامج الفقر مكافحة الفقر، برامج مكافحة الأمية، برامج كافحة كنا عدنا خريطة الطريق، عدنا الوطني، عدنا كذا، عدنا خريطة الطريق مكافحة الربح من خلالات. إذا وجاوا المقرر الخاص بالأمم المتحدة. إذا وقت جاء وقت جاء أخبار أخبار. إذا شكرا لك المدير والمهونة القيادي. أنا راجع أنا راجع أنا راجع أنا راجع منكم تقولون اليوم لا عليكم يلا تقدروا من المرونه فطلبوا من احنا رجالتنا. اذا نمدد الوقت قليلا، شاركوا فيها كيف شاركتوا المسيرات السابقه وتعاطوا مع الامور خطاب عقلاني. وما كنتوا ما تشاركوا في المسيرات السابقه ما تشاركوا. لماذا لا تقومون بدعوه هؤلاء ما تعدلون انتم تعيين جامع داعين وداعيه مسيره دعا لها الناس كامله عدت الوزير الاول عدت بيان دعوتهم لنقاش الملفات العالقه اليوم التي يرون بانها لحساب عدلة بيان. ونحن كحزب حاكم عدلنا بيان مناضلين وحتى رئيس الجمعيه الوطنيه قرض اليوم ورئيس حزب الحاكم والقوى المدنيه والوطنيه واللي مؤمنه بالاتفاق ومؤمنه بالحوار. هذا اللي طرح ابراهيم لنا من طرح في الحوار وشد الاخبار والنقاش ومشاركه المجتمع المدني في عمليه التنميه وفي البرامج التنميه. قولك عن التعليم هو الحد، فعلا التعليم هو الحد، غير التعليم ما يقدر نتيجته تنجبار في 20 سنه. التعليم كيف يمكن ان يساهم الجميع في دوله المواطنه التي تضمن العداله وتضمن الحقوق والمساواه بين كل مكونات المجتمع بل كل تبارك الله تبارك الله تخطاوا خطاب الشعب، تخطاوا انتم الفعل الشعب تخطاوا انتم تكسام الثروات على فئه من المجتمع الموريتاني. انتم هم اللي يضايقونا السيد كيف تم تقسيم؟ هم اللي كيف؟ يا اخي بالغبن. ما الدليل على هذا الكلام؟ الناس فيها شيء ما عنده باس يتعشى وفيها شيء وفيها شيء يداوى لا شر ولا سار ولا شر واجتماعيه يعني معدله؟ وثقافيه يعني معدله؟ هاي الناس عندها اولويات حل مشكلتها ما هو في تعيين سيد الاعمار ما ندعو التعيين احنا ما ندعو التعيين ما تعدلوا نفسهم. السلام عليكم السلام عليكم اجتماعي السلام عليكم. ما يدور حد هون التعيين هون ما يدور حد التعيين معنى عليكم انتم احنا الشمامه هذه الشمامه اعطوها للناس تحرس ما هي مكروده عنها مكروده عنها بعد 100000 هكتار مكروده مكروده عنها الناس اللي هم ملاك الحقيقيين ما معطي الناس اللي هم ملاك الحقيقيين ما معطي لهم التراب ولا معطي لهم باش يعدلوها والناس هي خاليها الجوع ونحن ما نداروا ليه وقسم كلكم يا قبال الف منه هذا 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 تستسهلوا انتم في الخطاب وتعملوا له هذا احنا ندوروا احنا ندوروا دراسه معمقه عشريه خمسيه عشرينيه للتنميه وقبيل تعود هذه الهبه الشعبيه من اجل هذا وقبيل تعود من اجل التعليم وقبيل تعود من اجل قبيل تعود من اجل فتح ورشات للناس ياكل كلها يصب اللي فيه مو منين تعود الا القمع القمع الفكري وعجبتونا قاعد القمع المسيري عن طريق المسيرات
هذا غير مقبول وله طريق للحل. واضح ما طريق المواطن التي تضمن حقوق الجميع سواء كان مواليا او معارضا سواء كان استاذ. شفت الملكيه العقاريه كل حد ينجل في دقيقه لان المخرج يشير. حتى نحن اليوم مستوى تغطية الزراعة شمامة ما نحن 28% إذا ما يقدر الناس ما يقدر حد يعلن عنه مال التراب يحرث حد كان يبقي يحرث يقيم يحرث حد يبقي يعود للتنمية ذوك يجي تواحد من الشمامة تعرف عن الشمامة مالكين القبائل وتعرف عن مالكين القبائل تقليد وتخطيناها ما تخطيناها ما لا عندي أنا واعي عن هذا الدواح اللي اليوم احنا دواحنين في اليوم تأسيس دولة المواطنة تأسيس اللي ما جمعه بعد 10 سنوات حل شوي هو التأسيس هو اللي جلاني عاد بن عبد العزيز ماشي بديل والتأسيس كان يلا بس لا لا بدأنا فيه هو بنينا الوسوس عدتوا لا يتأسوا بنينا احنا ما ماشي احنا شو وعدنا هذا بلدنا هذا بلدنا بعد على الحكم لا ماشي هذا بلدنا شكرا لكم جميعا. شكرا لك المدير والدولة ريادي الجمهورية كنت ضيف معي في هذه الحلقة من برنامج جاب السياب. شكرا لكم أيضا الأستاذ إبراهيم بلال ولد رمضان رئيس هيئة الساحة للدفاع عن حقوق الإنسان كنتم ضيوف معي في هذه الحلقة. أنا اختتم إلى اللقاء.